عميد بلدينا ومن سواء السادة الحضور والمشاركين جميعا نيابة عن هذا المؤتمر جد يعني مؤتمر يتوافق مع الأحداث الحالية. أتمنى من هذا المؤتمر النجاح وهو المؤتمر الأول وأتمنى وتكون الأفكار الواقع على الأرض لخدمة الإنسان في التجارة والصناعة. مشكورا فليتفضل. طيب مش موجودين فكانت مشاركتنا نحن بمشروع التخرج بصفتنا نحن للدفعة الرقم 22 للمعهد دفعة الهندسة المعمارية. فكانت مع عنوان مشروعنا كان مشروع تخرجنا اللي هو إعادة رسم وتطوير الموقع العام لدى المعهد العالي للبناء والتشييد القوارشة. فقمنا بإعادة رسم وتطوير الموقع العام وكنا وشاركنا في المؤتمر. هذا المؤتمر الثالث يحضر للهندسة المعمارية. طبعا نحن كعضو في اللجنة التحضيرية للمعهد العالي للمهن الشاملة جيمينس قمنا طبعا الشغل اللي تشوف فيه هذا كله الحمد لله بفضل الله وفضل جهود زملائنا. طبعا لنا فترة نحن نشتغلوا على اللجنة التحضيرية هذه طبعا فيها البوسترات وفيها البحث وفيها ورقات العمل فيها قدم مشاريع واجدة والحمد لله يعني وفيها عرض والغرض منه هو أن نظهر أن التعليم التقني ذو كفاءة عالية.